أقطاب المعارضة الإيرانية يمنعون من المشاركة في التظاهرات التي جرت اليوم في طهران. المتحدث باسم مير حسين موسوي أردشير أمير أرجومنت قال لنا في اتصال هاتفي أجريناه معه: قوة الأمن منعت السيد حسين موسوي والسيد مهدي كروبي من المشاركة في المظاهرات، كما صدرت قوة الأمن مفاتيح سيارة السيد موسوي من حراسه الشخصيين ولم يكن قادرا على ترك منزله بعدما حاصروه ووضعوا سيارة كبيرة أمامه لمنع أي أحد من المرور. وتوجهنا بسؤال سيد أمير أرجومنت: إذا كان المتظاهرون الإيرانيون خرجوا بذريعة دعم الثورتين المصرية والتونسية وتحويلها للتظاهر ضد النظام في طهران، فأجابنا قائلا: لم يكن هناك أي ذريعة، لقد خرجنا لتقديم الدعم لحركات التحرر في المنطقة، لقد حصلنا على إذن رسمي لإقامة مظاهرة على أساس نية حقيقية لدعم الشعوب في المنطقة، ونحن أيضا ندعو للديمقراطية والحرية للشعب الإيراني.